مثل شعبي يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك. احنا بنوجه المثل الشعبي ده لدار الافتاء المصرية. انا كنتش ناوي اعمل الفيديو بس هو لقيت عنوان في اليوم السابع، يعني قلت اعلق عليه كده تعليق صغير مفيش مانع. ده موضوع حلقتنا النهاردة. نبدأ حلقتنا السادة المشاهدين، أهلا بكم. أنا فوجئت إن اليوم السابع عامل دار الإفتاء الغرامات الموقعة على مخالفي إجراءات كورونا أمر جائز شرعا. في اليوم السابع هما بيجيزوا، طبعا الدولة يعني بعد ما حصل موضوع كورونا انتشر في مصر بشكل كبير وقفلوا المدارس، وبعدين فوجئوا إن الناس في رأس السنة احتفلت على كوبري ستانلي في اسكندريه، وطبعا لما جه عيد ميلاد كارفور كان في تزاحم ضخم جدا، وبرضه ارتداء الكمامات مفيش التزام، وطبعا مترو نفس الكلام. فقال لك لا، احنا مش هينفع بقى نراهن على وعي الشعب زي ما بيقولوا، واحنا هنعمل غرامات على اللي مش هيرتدي الكمامه، وهنعمل ضبطيه قضائيه، نوع من انواع التحذير بحيث الناس قدر الامكان تلتزم، وان هم هينزلوا المترو. وفعلا نزلوا وقعوا مش عارف على 300 واحد غرامه. هو بدايه عام مثلا اول ما القانون يتنفذ هتبدا الناس تلتزم، خوفا من الغرامه او خوفا من من القانون. المهم ان دار الافتاء نزلت بيان. دار الافتاء العنوان الرئيسي في اليوم السابق، هننزل لكم العنوان، اسامه عبد الحميد الصحفي: الغرامات الموقعه على مخالفي اجراءات كورونا امر جائز شرعا. وقالوا بقى اكدت دار الافتاء المصريه ان الزام الحكومه المواطنين بدفع غرامات ماليه عند مخالفتهم للاجراءات الوقائيه الخاصه بفيروس كورونا امر مشروع، لانه يحقق المقاصد الشرعيه العليا في ضبط النظام العام. واضافت الدار في فتوى اصدرتها ان الغرامات الماليه على مخالفي الاجراءات الوقائيه التي ينصح باتباعها للحد من العدوى بفيروس كورونا تدخل ضمن التعازير الشرعيه التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدره شرعا يقدرها ولي الامر، وتجب في كل معصيه لم يرد فيها حدا ولا كفارة غالبا، فهي عقوبات من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها. وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم وقول عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما. ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، المائدة 89. فهذه الآية أصل الدال على مشروعية التغريم بالمال شرعا، إذ الحنس معصية ليست لها عقوبة مقدرة تمثلها في الصورة. واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني اللي ما ياخدش في جلبيته يعني ياكل كده وهو ماشي كده فمعلوش حاجة والعقوب. والخبن ما يعطف الإزار وطرف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن من أكل من ثمر مضطرا دون أن يأخذ منه شيئا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرز وبلغ النصاب. وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبة المالية كما في المادة 22 عقوبات، حيث نصت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم. ثم فصل القانون حدود الغرامه لكل جريمه على حده. واحد هيقول لي: طب يا سامح انت زعلان في ايه؟ ما الناس هم كويسين وبيأيدوا النظام وبيأيدوا الدوله وما شابه ذلك. هو دي المشكله، انا مش عايز منهم عسل ولا عايزك يا نحله تقرصيني. ده شأن عام. المجال العام ان نحن نريد ان يبتعد الافتاء عن المجال العام. انتم اعلم بشؤون دنياكم. لان زي ما في فتوى احنا معجبين بيها دلوقتي، بعد كده هتطلع فتوى تزعلنا ونبدا نقول لا او ازاي ومالكوش دعوه وابعدوا. احنا بنقول ابعدوا في كله، سواء الفتوى كويسه بالنسبه لنا او سواء الفتوى مزعلانا. ده شان عام يخص الدوله. ان يعني لما اي حد يتساءل في امور تخص المجال العام يقول لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم. واحنا قلنا قبل كده في حلقات سابقه ازاي ان حتى حياه الرسول نفسها عليه الصلاه والسلام مجزأة، في جزء تشريعي وفي جزء مدني. جزء مدني بيدير امور السياسه، بيدير امور الحروب، الجيوش، القتال، بيشرع قوانين، كل ده مدني وليس تشريعيا. وزي ما قلنا حتى لو كان نص قراني زي ما عمر بن الخطاب في 3 نصوص: السرقه
ومنكرره كتير، لان زي ما قلنا دي نصوص قرانيه وتجاوزها عمر. الاخماس ان هو كان الجيوش الجنود بياخدوا الاربع اخماس ولغى الكلام ده، او المؤلفه قلوبهم، او حد السرقه. فجماعه انتم اعلم بشؤون دنياكم. دلوقتي دار الافتاء جابت نص قران، اي قرانيه من المائده، وجابت حديث عن ابن عباس، وعطف الموضوع ايه شرعيه. يا جماعه الموضوع خطر. وبعدين اذا كنا احنا عندنا فتوى، الاخرين عندهم فتاوي. ما هو معلش يعني، مع احترامنا وتقديرنا يعني، قطر كانت عامله حاجه اسمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كانت عامله منتخب شيوخ، على راسه كان الشيخ القرضاوي، وكان النائب بتاعه العوا، وبعد كده مشى العوا والقرضاوي مشي، ودلوقتي الريسوني. وجايبين منتخب فعلا، جايبين من كل دوله اكابر شيوخ وضمنهم لهذا الاتحاد، ويعني ايا كان الايه المخصصات الماليه وما شابه ذلك، بحيث ان هذا المنتخب لما هيصدر فتوى، معلش يعني دار الافتاء هتصدر فتوى، الناس هتصدق ايه هذا المنتخب، لان ده منتخب في النهايه. انت بسهوله تتهم انت ايه شيخ سلطان وبتجامل السلطه وما شابه ذلك. النقطه الثانيه، وبرضه علقوا في فتوى ثانيه على موضوع الحسينيه، وازاي الممرضه يا عيني اللي كانت يعني قعدت في ركن كده ومنزعجه بعد حاله وفاه حصلت او حالتين ايا كانت الموضوع، الموضوع فيه كلام لسه كتير. وكلموا المواطنين، يعني ما انت كده بتحط نفسك في موقف محرج، ان هو كلموا المواطنين، ان على المواطنين ان هم يخلوا بالهم ويلتزموا بالاجراءات الاحترازيه. طب ما هو هيقول لك، طب في المقابل وانت بتقول للمواطنين وده كلام صح التزم بالاجراءات، طب ما تقول برضو ان احنا نحاسب، لو كان في تقصير نحاسب المقصر، الموضوع يحل التحقيق. ما تدخلش نفسك في المواضيع دي، انت هتخش في حته في حرس هد. الافضل المجال العام، انتم اعلم بشؤون دنياكم. احنا مش محتاجين فتوى عشان نعمل غرامة، مش محتاجين فتوى عشان نعمل ضريبة، مش محتاجين فتوى عشان نعمل مشروع. وهو بالمنظر ده انت كده، هو يعني هو بيستدرجك ان بعد كده عشان تعمل اي حاجة انت محتاج تروح للشيخ يديك ايه ضوء اخضر عشان تعمله. يعني الكمامة والغرامة الدولة بتعملها، سواء كان صح او غلط، والناس اعترضت والناس ما اعترضتش، ايه في الناس اعترضت بعد كده وراح طالع مش عارف تقرير من منظمه الصحه ان ما اعرفش مثلا الكمامه مضره، او ان الكمامه ما بتعملش حاجه، وانه طلع القرار خاطئ. نفترض يعني، مش قصدي يعني كل حاجه وارده، ما كل شويه منظمه الصحه العالميه تطلع تصريح، شويه كحول مش ما بيعملش قوي، شويه مش عارف البصل ايه شويه. ما تدخلش نفسك في هذه المتاهه، خليه امور دنيويه نعملها النهارده نلغيها بكره، انما واحنا بنعملها هتخليها دين؟ تديها قداسه؟ طب افرض لغيناها نعمل ايه يعني؟ مش فاهم. وزي ما قلت، اذا كنت انت عندك حد بيفتي وعندهم منتخب بيفتي هناك الناحيه الثانيه، فنبعد الفتوى عن المجال العام. مش كل حاجه محتاجين نسال الشيخ. في الطب عايزين نسال الشيخ، نقل الاعضاء مش نقل الاعضاء، طب اطفال الانابيب طب مش اطفال الانابيب، طب تنظيم الاسره طب مش تنظيم الاسره. مش كل شان عام يا جماعه هنروح للشيوخ. الموضوع ده مش نكته فعلا. احد المذيعين الكبار قال لي كنا جايبين شيخ يتكلم في الموضوع برضه في التحليل، والتحليل بقى ما اعرفش بينكم مش بينكم كلام ايا كان. فالشيخ ساله، انتوا ايه طب اتجاه البرنامج ايه؟ عايزين حلال ولا حرام؟ كله موجود يعني، قصدي عايزها حلال هنجيب لك ايات قرانيه حلال وحديث نبويه حلال، عايزها حرام هنجيب لك يا عم حديث حرام وتكسروا فاني مباهي بكم، مثلا هو عن تحديد النسل فاني مباهي بكم الامه يوم القيامه، عايزينها كده مش عارف ده ضرر ولا ضرر. هنشتغل الشغلانه. يا جماعه ابعدوا الدين عن المجال العام، انتم اعلم بشؤون دنياكم. ده ضرر للدين قبل ما يكون ضرر لاي شيء، لان القرارات السياسيه والقرارات الاجتماعيه والقرارات اللي ايا كان في الحياه، في التموين، في الصحه، في ما شابه ذلك، كلها قرارات بشريه تصيب وتخطئ. نعملها النهارده نلغيها بكره، نعملها بكره نلغيها بعده. فمش كل قرار يطلع تطلع لي نص قراني وحديث شريف والشافعي قال وابن حنيفه ابو حنيفه قال وابو حنيفه قال يجوز وابو حنيفه قال ما يجوزش. طب اتلغت وطلع تقرير طبي انها مضره وهنلغي الغرامه، انه حاجه بقى بالفتوى انه مش عارف ايه كلام من ده، ونقول ان هو نقول ايه انت عطيتها قداسه وجبت نص قراني وحديث نبوي. ما تسيبوا يا جماعه امور الدنيا للناس، المجال العام سيبوه للناس. انتوا قلتوا محدش يتكلم في الدين، انا ممكن انا موافق معاك، ممكن ما حدش يتكلم في الدين في مواضيع العبادات والطقوس وكل هذه الامور، انما اي حاجه تخص المجال العام ابعد عنه. اصل مش هتقول لي خش في المجال العام وتقول لي هنقتل المرتد وتقول لي ما حدش يتكلم في الدين، لا انت كده دخلت في المجال العام وعايز تقتل ناس. ده كده مش هنسيبك تدخل وتقول لي ما حدش يتكلم في الدين، ده مش دين، دي سياسه. وانا قلت كل الامور دي سياسيه مش دينيه، ما تديهاش قداسه. فيبعدوا الدين عن المجال العام، زي لان هو زي ما بيجي فتوى النهارده في صالحك ممكن تاني يوم يجيب لك ده فتوى ضدك.
وانتوا شايفين الخناقه طبعا بقى، موضوع بقى الطاقه الشفوي، مش طاقه الشفوي، والشيوخ يطلعوا يقولوا كذا، والشيوخ يطلعوا يقولوا كذا. سيبوا المشرعين يشرعوا، او الدوله تصدر قوانينها بشكل بشري، لانها بتصدر بشكل بشري ممكن نلغيها بشكل بشري، ممكن نعترض عليها، ممكن ننقضها. انما لما دلوقتي الافتاء طلعت عاطت للموضوع شرعيه دينيه، افرض دكتور ليه راي تاني مختلف، افرض واحد قانوني شايف ان هذا الموضوع مختلف، شايف ان الغرامه دي كتير، شيء اي حاجه، اي واحد ليه راي تاني مخالف، انت ليه تديها قداسه دينيه؟ يا جماعه اعتقد، اتمنى ان القداسه الدينيه تبتعد عن المجال العام، ويكفي ان تقول انتم اعلموا بشؤون دنياكم، مش محتاجين فتوى عشان كل خطوه نتحركها، محتاجين فتوى دينيه تدينا ضوء اخضر. وزي ما قلنا الدين هيخسر ودار الافتاء هتخسر، لان في طرف اخر واقف لك على الوحده ومستني لك غلطه ومستني لك سخطه وتهم التصاق بالسلطه او شيوخ السلطان قائمه على الدوام، فما تثبتوهاش. يعني قدر الامكان كل ما الشيوخ ورجال الدين يبتعدوا عن المجال العام، كل ما قيمتهم قدام الناس ستظل قيمه. هم بيوجهوا الناس، وزي ما قلت يوجهوا الناس اخلاقيه. انا مش مفيش مانع ان هم يقولوا احترام القوانين بشكل عام، ومش برضو ما يداش نص قران الدين يعني كنصيحه بشكل عام، ان هو التوافق، يقولوا الناس التسامح، ويقولوا الناس البر، ويكلموا الناس عن الود، ويكلموا الناس عن الاخوه، ويكلموا الناس عن التكافل، ويكلموا الناس عن بر الوالدين، يتكلموا في الاخلاقيات الكليه دي، ركزوا في الاخلاقيات الكليه، ووجهوا الناس وابعدوا عن هذا المجال، لان هذا المجال بالتاكيد سيكون مضر للشيوخ وقيمتهم قدام الناس وتقدير الناس لهم. هو بدا ينخفض فعلا، لو بتقيسوا مستويات القبول والرفض بدات يعني تتارجح، القبول والرفض للشيوخ. كل ما يكون الشيوخ على مسافة من السياسة وعلى مسافة من الدولة، كل ما بيحافظوا على قيمتهم قدام الناس كموجهين ووعظاء وقامات دينية لها كل التقدير والاحترام، مع كل التقدير والاحترام للمفتي أو لشيخ الأزهر أو لكل الشيوخ. ولكن رجاء ابعدوا عن المجال العام، ابعدوا عن السياسة، خدوا مسافة من السلطان أو من الدولة بشكل عام. كل ما تاخدوا مسافة من الدولة وتركزوا في الأخلاقيات العامة، ونصح الناس بالأخلاقيات العامة مش بالعنف، تنصحوا الناس بالتسامح والرقي والتكافل وغيرها من الأخلاقيات الكلية، كل ما ستظل مكانتكم في القمة. كل ما يحدث التصاق بالسياسة ويعني إصدار فتاوي عليها علامة استفهام، كل ما يكون الأمر خطر. وبرضو من الناحية التانية، الدولة ما تفرحش بفتوى مؤيدة، لان لو فرحت بفتوى مؤيده هيجي لك تانية فتوى تانية ضد. بعيدوا الدين عن السياسه رجاء، وشكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه.